نعم. أحسن الله إليكم. رجل تم بآخر فدخل ثالث فسحب الإمام وقدم المأموم وأتم به، فما صحة فعل هؤلاء؟ لعله بالعكس. هو اقرأ السؤال مرة ثانية. والرجل تم بآخر، نعم، فدخل ثالث، نعم، فسحب الإمام وقدم المأموم. هذا بالعكس يا رجال. طيب لما سحب الإمام وقدم المأموم، وش صار المأموم الآن؟ أصبح إماما. لماذا؟ لماذا هذا الداخل يسحب الإمام يلغي إمامته وينصب غيره؟ وذاك المأموم يعني ما كذب خبر، على طول صار إمام. على كل حال إن شاء الله الصلاة صحيحة، لأنه يجوز أن يكون الإمام مأموما، يجوز أن يكون الإمام مأموما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من بيته وإذا أبو بكر يصلي بالناس إماما، فتقدم وجلس على يمين على يسار أبي بكر، فصار أبو بكر بعد أن كان إماما مأموما، فلا بأس. لكن هذه مسألة غريبة من غرائب الدنيا. لا، على كل حال صلاتهم صحيحة. نعم.